عائلة الأثرياء في عطلة استجمام. تفضل، تناول بعض الرمل. واو، حلوة ذهبية. هيا لنلقي نظرة. واو، لذيذ. لماذا نحن فقراء جدا؟ ماذا حدث؟ هل أنت بخير؟ يجب أن أفعل شيئاً. وهذه وجهة سفرنا، أفكار رائعة للأمهات في السفر. الأم الغنية مقابل الأم الفقيرة، تابعونا. ولد المسكين يلعب مع صديقه الخيالي مرة أخرى. لا، ما هذا؟ هل سوف تمشي على السجادة ببساطة؟ انظرا لهذه الفوضى. آسف. بدلاً من أن أغضب، لماذا لا أفعل شيئاً بخصوص هذا؟ هل لديكم فكرة عما سأفعله؟ لا أعرف أنا أيضاً، ولكن فلنملأ هذه الأحذية بالرغوة واللماع. انظروا كم هو جميل. أصبح جاهزاً، تعال إلى هنا. ها؟ لكن لماذا؟ انظر لهذا. واو، جربها. انظر، تنظف قدميك في لمح البصر. الآن هذه منشفة لتجفيف قدميك. ممتاز، أنت الأفضل يا أمي. نام بسرعة. ها؟ ماذا يحدث؟ أمي، ماذا؟ انظري هناك، أنا خائف جداً. علبة صودا فارغة، ربما يمكنني فعل شيء بها. نضع رسمة لشخصيتك المفضلة على العلبة، ثم نثقب فيها ثقوباً. تدا! الآن نحتاج إلى مصابيح ليد صغيرة لوضعها في الداخل. انظر لذلك، مصباح ليلي. واو، رائع، إنه يبعد الطاقة السلبية. واو، فعال. علكة الشعر، إنها موضة جديدة يا أمي. ماذا؟ فلنقم بقصها. ماذا؟ لا، مهلا. نظرا لأنك تحب اللعب بالشعر، لنصنع لك لعبة باستخدام علبة الملح والفلفل مع رسم وجوه ظريفة، بعضا من عجينة اللعب، وهذا الدافع البلاستيكي. يمكنك أن تمتلك محل حلاقة خاص بك الآن. إليك أول زبون لك، قم بتصفيف شعره. حسناً، لقد انتهيت. ثرواتنا المخفية. عائلة مخيفة، لينقذني أحد ما. أنت بحاجة لقص شعرك. هل هذا الخادم يبكي؟ أليس من المفترض أن تبكي أنت أيضاً؟ سيدتي، أعتقد أنها تشعر بالملل. حان الوقت لكي أكون أماً. في يوم من الأيام، كان هنالك دجاجة بدون ريش. كانت تحتاج لابتلاع عجينة اللعب لينمو لديها بعض الريش. والآن الدجاجة سعيدة. هل يمكنني أن أجعلها حزينة مرة أخرى؟ حلاقة الدجاجة ستفعل شيئاً سحرياً. انظري بنفسك، تحققي. بيضة ذهبية، وشكراً لجهودك الكبيرة. هذا لك. لذيذ. لا، أنت كلبي على أي حال، هذا يجعل الأمر على ما يرام. لا، لا تأكل ذلك. حسناً، سأفكر في شيء ما. وجدتها، رأيت مثل هذا الفيديو في مكان ما. يسمى حامي الطعام للفقراء. الآن شوكولاتتك في أمان.
جربها، تأكد من أنك تسقطها. واو، انظري يا أمي، الشوكولاتة لا زالت نظيفة. أنا الوحش. واو، رائع. ماذا؟ سأجربه. لا، عزيزتي، توقفي. ما خطبك؟ أها، أنا أعرف. لماذا لا تستخدمي حامل عصا الحلوى هذا؟ انظري، إنه يحمي حلوياتك أيضاً. جربيه. شكراً أمي، هذا ممتع. ماذا؟ أوتش! واه! يبدو أنها حالة طارئة. أنا قادمة. ماذا حدث؟ أوه حسناً، نحتاج للمساعدة. أنا هنا. ليس لدينا مال. لا بأس، نحن نقدم أيضاً علاجاً رخيصاً. حسناً. واو، رائع جداً. رائع، شكراً لك أيها الطبيب. من فضلك اتركيني. وداعاً. وجبة شاطئية مثالية. لذيذة جداً. أنا الطبيبة، سأنقذك. ماذا؟ أمي، استدعي طبيباً. ماذا حدث؟ أوه حسناً، لا تجزعي، لنرى ما يمكننا فعله. هذا بروتوكول الطوارئ للحوادث المتعلقة بالأثرياء. أشعر بالراحة. شكراً أيها الطبيب. أوف، معدتي تؤلمني. إذاً اذهب للحمام. ماذا؟ هل قمت بالتبرز علي؟ لا يصدق. أمي، ساعديني. أوه عزيزي، أنا أعرف، سأستخدم قوتي الخفية. من الجيد أنني دائماً أحمل مقعد مرحاض معي. حسناً، هذا يكفي، جربه الآن. أوه، ماذا كنت أطعمك؟ هذه الحلوى تجعل معدتي تؤلمني. حسناً، لا أحد يراقبني. ماذا تفعلين؟ ماذا؟ لقد قمت بالتبرز على أصابعي. على الأقل إنها ذهبية. لكن لا يزال برازاً. هل تبيعون المراحيض هنا؟ إذا كان السعر مناسباً، بالطبع. تفضلا. واو، مرحاض محمول للشاطئ. احمل هذا ولا تنظر. حسناً، أها، هنا. هذه رائحة كريهة. واو، لذيذ. أيعقل أنك فعلت ذلك؟ طفل مسكين. أوه، استمع، هل هذا حقيقي؟ لنذوب هذه الشوكولاتة الوردية، تبدو رائعة. الآن لنصبها في القالب. نضيف بعض رشات قوس قزح ونضع عصا حلوى داخلها. خذ واحدة. واو، لذيذ. شكراً يا أمي، أنا جائعة، سأجرب الرامي. ما هذا؟ توقفي. افعلي شيئاً يا أمي. أوه صحيح، يمكنني أن أصنع لك شيئاً. لنمزج بعض البسكويت وشرائح الذهب معاً. يبدو مثل رمل الشاطئ.
ورائحته غنية أيضاً. جربيه. شكراً لك أمي. هذا هو نوع الرمل الذي يمكنك أكله. هل هو جيد؟ لذيذ. ما تريدين مفاجأة؟ نعم، أعطني. لنقطع الأنبوب أولاً. واو، معجون الأسنان. أوه، أستطيع أن أشعر بشيء. هذه هي المفاجأة. رائع، سوار ذهبي. لا يعجبني. مفاجأة معجون الأسنان. لنقصه ونرى ما بداخله. واو، ما هذا؟ سأشطفه. رائع، سوار حلويات. لا، أوبس، آسفة. هل انتهت كل الأماكن؟ دعيني أفكر. أها، سأستخدم هذا الشريط لعمل خريطة طريق. هذا سوف يجعل اللعب بالسيارات أكثر متعة. هيا، الآن لعبتك لديها طريق. هذا ممتع. أنا سعيدة لأنه أعجبك. ها؟ العبي بهذا القطار بدلا من ذلك. يحتوي على خط سكة حديد خاص به. تشاكا تشاكا تشو تشو. مذهل. أنت اخرجي. ماذا حدث؟ أوه، فهمت. ماذا ستفعل؟ أوه، سأستخدم المفكرة. هذه لي؟ ومع الكريمة المخفوقة والكاتشب. أوه، سأفعل شيئاً مجنوناً يا رفاق. سأقوم بعمل فوضى من هذه المفكرة. المفكرة السحرية قابلة للغسل، قابلة لإعادة الاستخدام أيضاً. يا لها من فكرة رائعة. بالتأكيد. أنا أحب الرسم والتلوين. وأحب شرب الكولا. وأتصرف كأنني مصدومة. أوه لا، سأغسلها. ليس عليك القيام بالغسيل. أوه، دفتر ملاحظاتك اخترب. وقت الإبداع. بعض الورق والشريط اللاصق. القليل من العمل هنا وهناك. تدا، مفكرة مقاومة للماء. حتى لو سكبت عليها شيئاً أو غسلتها لن تخترب. ياي، أيمكنني الرسم عليها الآن؟ حسناً، سآكل التربة. هذا سيفزع أمي. فهي آتية. لا 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 لا، لماذا تأكلين هذا؟ أتعلمين أنه لا يجب أكله؟ كان تراباً حقيقياً يا أمي. لدي فكرة، لنفعل شيئاً ما. سأطلب شيئاً من الإنترنت. وصل طلبي. صين صالح للأكل وملون. لنتحقق منه. ماذا تفعلين؟ حسناً، استخدمي خيالك. وأنا أيضاً. أدا، لقد صنعت زهرة. ماذا عنها؟ لقد صنعت فراشة جميلة جداً. ويمكننا أن نأكلها أيضاً. يم، جربوها. سآكل هذا الرمل. لا، هذه فضلات القطط. أنت تحبين القطة أكثر مني. أعرف كيف أرضيها. سأخلط فتات البسكويت هذا. أضيف بعض ألوان الطعام. وسوف يتحول بطريقة سحرية إلى هذا. فتات كرة ملونة صالحة للأكل. ياي، أنت تصنعين وجبات خفيفة رائعة حقا يا أمي. استمتعي. يم، الرسم بأحمر الشفاه ممتع. ماذا فعلت؟ أعطني هذا. لا، لكن علي أن أفسد يومك يا أمي. لكن ليس هكذا. ها؟
هل أنت بخير يا سيدتي؟ وماذا تعتقد؟ ما هذا؟ لقد أخفقت. اتركي الأمر لي، أعرف خدعة. ألوان الطعام وشوكولاتة، أحمر شفاه للجميع، اختاروا ما ترغبون. هذا لك وهذا لي. يام، دوري. وسأجرب واحدا أيضا. واو، رائحته كالفاكهة، سأتذوقه. لما فعلت ذلك؟ أتريدين الحلوى؟ ربما يمكنني صنع أحمر شفاه صالح للأكل لك، سوف تحبينه. تعالي كلي هذا. حقا؟ لا تحاولي تناول أحمر الشفاه الحقيقي، استحمي الآن. أنا ضد الماء يا أمي. لا، لماذا أنت عنيدة جدا؟ انظري، لابد لي من التذمر بينما الكثير من الماء سيهدر. لامعة ونظيفة. هل تمطر؟ لا أعتقد ذلك. من أين أتى هذا؟ يجب أن أعرف ذلك. لماذا أنت شقية هكذا؟ ما الذي يحدث هنا؟ الماء يتسرب لأسفل. أو لا، انظري من قد استحم. لدي فكرة. ماذا عن الفيل الصغير هذا اللطيف؟ نضعه في وعاء من الماء هكذا، وسوف يجعل وقت الاستحمام وقتا ممتعا. رائع، يا لها من فكرة رائعة، أحسنتما. هل كسرت هذا عن قصد يا أمي؟ لا، لا يمكنني استخدام ذلك. حسنا، يجب أن أفكر في شيء ما. سأستخدم بعض الطين الملون وحامل خرطوم الضفدع هذا. ندخل الخرطوم، ما رأيك؟ يبدو غريبا، لكن حسنا، سوف يفي بالغرض. حان الوقت لأكون مشربة مجددا. لا، هذا مؤلم. أنت مضحك. مرحبا يا أمي. إيو، لا تلمسيني. هل أنت بخير؟ أنا بخير سيدتي، أنا فقط أبالغ. استخدمي موزع صابوني هذا لغسل يديك. رائع، أنا أحب الأدوات، لذا من الأفضل غسل يدي. كل شيء نظيف الآن. يجب أن أعطيك علاوة. شكرا لك. أقول لأمي أنني فوضوية. آيس كريم لذيذ. تحتاجين للتنظيف. هيا. أنا لا أكل الصابون يا أمي. أعني اغتسلي، ربما ستؤدي بالغرض هذه الحية. سأستخدم قالب المصاصة هذا وبعض الصابون السائل الأزرق، نصبه ونلصق عصا المصاصة أيضا، ثم ننتظر. تدا، صابون المصاصة. تعالي إلى هنا، لا تأكلي هذا. حسنا، واو. الآن اغسلي يديك، عمل جيد يا أنا. صابون المصاص هذا لا يذوب، إنه ليس رغويا أيضا. هل هذا حقا صابون يا أمي؟ لا يهم، على ما أعتقد. لنختبرها إذا كانت مقرمشة. اثبت مكانك. أوتش، عيني. لا، انظروا للكدمات. لدي فكرة، من أجلك يا آنستي الصغيرة، سأصنع بعض الفن بالفاكهة. رائع، ديناصور لطيف. سأقص تفاحة وأستخدم هذا لإضافة المزيد من الديكور. نعلق هذه باستخدام المسواك. رائع، كائن من الفاكهة، أنت الأفضل. لذيذ. من أين لك هذه البطاطس المقلية؟
تناولي هذا التفاح بدلاً من ذلك. ما بك يا أمي؟ أعطني البطاطس المقلية. سأقدم لك شيئاً مميزاً. جربي هذه التفاحة المغموسة في نوتيلا. أشعر بالغثيان. أمي لا تفارق هاتفها وأحياناً تتجاهلني. حسناً، يجب أن أرفه عن نفسي. إيو، لا. حسناً، لقد لفتت انتباهي الآن. أحضرت لك هذه اللعبة. سأستخدم هذه الملاقة لسحب البثور. ليست لزجة كالحقيقية، ولكن بنفس القدر من الإشمئزاز. هي ممتعة. أيعجبك هذا يا أمي؟ أفعل هذا عندما أشعر بالملل. احذري يا أمي. واو، لم تكن زبقة حقا. من قال أنها ليست كذلك؟ انظري كم هي لزجة. لم لا أصنع شيئا مع هؤلاء؟ سأصنع لعبة البثور باستخدام هذا. تدا! واو أمي، يمكنك صنع أشياء مبدعة أيضا. بالطبع يا عزيزتي. سأضيع هذا الصابون السائل. نحن أغنياء على أي حال. واو. لا. ماذا فعلتِ؟ ألم هذا واضحاً يا أمي؟ إذاً سأضيع بعض المال أيضاً. تدا! بندقية فقاعة الصابون. انظري، ممتع جداً. رائع، الكثير من الفقاعات. ياي! أشعر بالملل. أولى، لنصنع شيئاً ما. سألتقط جواربي وأستخدم واحدة لوضعها على الطرف المقطوع من زجاج صابون الأطباق. أغمسها هكذا وأنفخ. رائع، رغوة نتنة. انظري إلى مخاطي الأخضر يا أمي. إيو، هيا لنمسح. مستحيل، أمسكي بي. يجب أن أفعل شيئاً. حامل مناديل القرد هذا قد يفي بالغرض. إنه منديل. دعيني أستخدمه. مقزز. إصابة دقيقة للهدف. نعم. دقيق الشوفان بنكهة المخاط. لا لا، لم تأكلين ذلك؟ لا أرى المانع. لحظة. في المرة القادمة التي تقصين فيها استخدمي منديلاً. واو، تخيلي أنك تأكلين شيئاً كهذا. جنون. سأنظفه من الآن فصاعداً. أحسن. سأعطي أمي قصة شعر سيئة. جميل. ما هذا؟ شعري. لا، لابد أنها تشعر بالملل. من الأفضل أن أفعل شيئاً ممتعاً لها. دمية تجميل يدوية الصنع، مصنوعة من الورق المقوى وبعض الغزل. خذي، يمكنك الآن قص شعرها. واو، سأضفر شعرها. يجب إبقاؤها مشغولة. أفضل شعر مستعار يمكن إيجاده يا سيدتي. دعني أجرب. يناسبني تماماً. وهذه أيضاً من أجل الصغيرة. مذهل، سأعطيها قصة شعر جميلة. عمل رائع. أوتش، ركبتي. لا، أصبحت كدمة. أحتاج لطبيب. هذا يبدو سيئاً.
لكن هذه الضمادة الذهبية سوف تعالجك، وواقية الزوايا الحادة هذه لحمايتك من الطاولة. ياي، وخوذة ذهبية لتحميك من الأفكار المجنونة. عملي هنا انتهى. إنها متوهجة، هل أنا فضائية يا أمي؟ أوه لا عزيزتي، لنستخدم مكعب الثلج لتهدئة كدماتك. أرأيتي؟ تشعرين بتحسن، أليس كذلك؟ الآن سأستخدم هذه لحمايتك من الاصطدام بالحواف مرة أخرى. كلا يا أمي، لقد استحممت الشهر الماضي. لكنك متسخة. خذي هذا يا أمي. لدي فكرة. انظروا، لما لا نجعل وقت الاستحمام ممتعاً مع لعبة الاستحمام هذه؟ إنها ملونة وسوف تجعلها ترغب في اللعب بالماء. ستبقيها مشغولة لدرجة أنها لن تلاحظ. تم حل المشكلة. وقت الاستحمام. أمي، لا، إنها متسخة. استخدمتها فقط لتنظيف المرحاض، وهو الخطأ في ذلك. ربما سأستخدم هذه، أو ربما سأستخدم هذه الأشياء الملونة لأجعلها ترغب في الاستحمام. إنها دائرية وممتعة، أليس كذلك؟ تعالي إلى هنا، ادخلي الآن ببطء واستمتعي. حسناً، فهذه يا أمي؟ لا أعرف، لكن تمت. أتمنى لو أستطيع. لقد رسمتي على الحائط، لنمحوها باستخدام هذا الإسفنج. هذا لا ينفع. حقا يا أمي، يجب أن أهدأ. لنشتري شيئا عبر الإنترنت. ها هو. واو، أنت أفضل أم على الإطلاق. يمكنني الرسم على جدراني مجددا. ولن أغضب، لأنه يمكنك محوه. ياي، انظري، إنه لا يمحى. أمزح، لقد محوته. الجدار نظيف مرة أخرى. لنرى ماذا سيحدث إذا نشرت هذه الرغوة على الحائط. لا شيء يحدث. حسناً، إنها مجرد رغوة. أتريدين حدوث شيء؟ استخدمي هذا الفحم للرسم على الحائط. ارسمي شيئاً وتظاهري أنك طفلة سيئة جداً. لم أتوقع ذلك. بالطبع، أنت تدعين ذلك فقط. أحب هذه الرغوة. يمكنني صنع قبعة والمزاح مع أمي. توقفي عن ذلك. سيدتي، دعي الأمر لي. سنسكب القليل من الماء. أرأيتي؟ هكذا تماماً. استخدام هذه البطة الآن لنضعها تنزلق. الكثير من المرح. رائع، شكرا جزيلا. ادخلي هيا. لا. أتريدين بعض الآيس كريم؟ نعم. طفح الكيل. لنستخدم لعبة الديناصورات هذه. أتريدينها؟ كيف أحصل على اللعبة؟ يجب أن تغمسيها في الماء. يمكنني تنظيفها الآن. لنغسل هذا الشعر جيداً. توقفي، ما هذا؟ ماذا يحدث؟ حسناً، لحظة. الآن لن يدخل الشامبو في عينيها. لا مشكلة. مستعدة؟ انتظري، سيدخل الشامبو في عيني. لم أفكر في ذلك. أجل. مرحبا. الآن يمكنني استخدام ما أريد من الشامبو. لن يدخل شيء في عينيها. أحب هذا. اشطفيه الآن. ممتاز، حيلة ذكية. سأقص
ماذا تفعلين؟ لدي فكرة أفضل. VR. حسناً، لنغلق هذا. واو! يذكرني محاربة كل الأعداء الآن. خذ هذا وهذا. أوه لا! لقد فزت. واو! توقفي عن الاختباء هنا. لدي شيء أفضل. هذا. لا، لا أحب التلفاز. انتظري، هذا الفي آر الخاص بنا. انظري، نحن على الأفعوانية. يمين والآن يسار. أشعر بالغثيان. إيو. رسم لطيف. إنه ليس كذلك. مهلاً، ما الذي يحدث هنا؟ لا أستطيع الرسم. لا تقلقي، لدي روبوت الرسم هذا من أجلك. رائع. فقط أدخلي البطاقة واضغطي على الزر. فلننتظر الآن. جهازاً مذهل. انظري، أنت موهوبة. جربي شيئاً آخر. في هذه الأثناء، الفتاة الفقيرة ليس لديها حتى ورق لتلوينه. هذا مزعج. لنمسح. مهلاً، جربي هذا. الأمر يعمل. يمكنني نسخ أي شيء الآن. مدهش. أوه واو. فقط انتظري. هذا لك يا أمي. أوه. هذا جميل جداً يا عزيزتي. شكراً لك. حان الوقت لإكمال ملابسي بهذا الكعب العالي. من الصعب السير فيها. انتظري لحظة. أعرف كيف أحل هذه المشكلة. لنقص قدمك. أها، هذا سيناسبها تماماً. أوه، هذا صحيح. إلى حذاء الرياضي الجديد اللامع. عملي هنا انتهى. شخص ما يحتاج لحذاء جديد. أولى. حسناً، سأصنع شيئاً. ضعي قدمك هنا. حسناً، كبير قليلاً. حسناً، لنحاول مرة أخرى. لقد تم قياس حجم قدمك. الآن لنقص. ممتاز. شكراً يا أمي، أنت الأفضل. لنتعلم العد. واحد، اثنان. واحد، اثنان. لا. عفواً، هل لي أن أقترح عدد الضفادع هذا؟ نعم، بالتأكيد. نعم. رقم اثنين، أترين؟ هذا يعني أننا بحاجة إلى اثنين من الضفادع الصغيرة. أوه واو، عبقري. أحب الرياضيات. ما هو واحد زائد واحد؟ لا أعرف. وأنا كذلك. انتظري، يمكننا استخدام هذا العداد. إنها آلة موسيقية. لا، دعينا نلعب. لا أستطيع الرؤية. لقد صنعت هذه اللعبة من أجلك. كم عدد الكرات لدينا هنا؟ اثنان. نعم، أخيراً، كفك. أوه لا. أنا بخير، أنا بخير. ما هذه الفوضى؟ لست أنا. حقاً؟ لدي شيء لك. ارمي كل ألعابك من داخل. الآن لنضغطها. انظري بهذه البساطة. نظيف للغاية. أحسن.
أحسنتما. في هذه الأثناء يتم خداع الأم الفقيرة. مرحبا. نعم حسنا. ماذا حدث؟ يلا الفوضى. أنا أعرف. ممتاز صغيرتي. نعم أمي. إليك هذه المكنسة، ضعي كل شيء داخل المربع. عمل رائع، كفك. غداؤك جاهز، رائحته رائعة. إيو، ما هذا؟ خذ. أوه حسناً، ماذا عن هذا؟ حسناً، هذا أفضل. أحب هذه الأدوات الرائعة، حتى أنني أحب الطعام الصحي على الطبق الآن. لذيذ. أوه نعم. مهلاً، هذا ليس لطيفاً. ماذا يحدث؟ لا أريد هذا. حسناً، أحضرت لك بعض الحبوب على شكل فراشة. أوه، واو، أحب هذا. شيء آخر، لنحول هذا إلى قطعة فنية. أمي، لقد آذيت نفسي. أوه، مال، نعم، لنستخدم هذا كضمادة. أنا جيدة الآن. انتظري، ليس بهذه السرعة. أنت بحاجة لبعض الحماية، ها هي خوذتك. أنا أم جيدة. أنا مستعدة. نعم. أمي، ساعديني، لقد آذيت كوعي. أوه، ليست مشكلة، لنلف ذراعك بالكامل. حسناً، ربما شيء آخر. انتظري. خوذة البابيت، حماية للركبة وحماية للكوع، تبدين رائعة. كوني آمنة. حسناً يا أمي. بأمان. أنا أيضاً لم أصب بأذى. مرحباً أعزائنا المتابعين، ألم يكن ذلك ممتعاً للغاية؟ ما رأيكم في هذا الفيديو؟ هل لديكم أفكار خاصة بكم؟ إذن شاركونا إياها في التعليقات أدناه. وإذا أعجبكم هذا الفيديو فلا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في قناتنا. ترقبوا المزيد ونراكم قريباً.